جينا على الشط يا عم جمال، بسطت قوي قوي في الميه قوي. ايه اللي يطلع الصياد بره الميه؟ يبقى محتاج ايه؟ محتاج يكون مروح، لا يكون هيجيب طلب، لا يكون هيجيب حاجه. اللي تطبخه بيه؟ اكل شرب، يكون رايح مشوار، غسيل يحلق، يعمل، يكون وراه مصلحه، يجدد رخصه، يعمل، يستحمى. يستحمى بمية وصابون يغسل جسمه؟ لا، ما هو البحر فيه كل حاجه. انتوا ممكن تستحموا في كل ما هو لها مالها رصيف. ايه الفرق بين تحت وفوق؟ فرق كبير، ده فرق، دي حريه. هنا حريه؟ حريه. تحب تتمشي شويه، تجيبي طلب، تتمشي، تروح عند جارك، عند جارتك. هنا مفيش كلام من ده، مكان محدود. مفيش احساس كده بالحريه ان انت من السما، مفيش الضوضاء والهلك بتاع بره. لما تروحي تطلعي من البحر شوفي كانك خلاص مخنوقه، مش عارفه حاجه، حتى المشيه بتاع الصياد تختلف عن مشيات الناس. ايه الفرق بين الصياد وبين الراجل اللي التوك توك؟ لا، اصل التوك توك ده راجل داير وفاهم، بيقابل ناس كتير، حتى لغاية يتغير. انا لغاية محدود، انما اللي عنده 40 و30 و25 لا، مفيش عنده تصرف. مختلف نظامه وكلامه ومعاملته. لكن الصياد اهدى من الناس اللي بره. لا، الصياد بكتير غلبان. ليه؟ غلبان، الصياد القديم كله غلبان، فئه كتعه. منه ربنا كده الصياد؟ منه ربنا، ماشي بالبركه. والله. طب مش ده حلو؟ حلو طبعا، وخصوصا السنين دي. ولا مش نافع اليومين دول؟ لا، ما هو اليومين دول مش نافع، بس اللي منفعه انه عاش مع نفسه تحت. انما لو اتعامل مع الناس اكيد مش ينفع خالص، ويضحكوا عليه. مراتك اللي انت بتغيب عنها زمان دي، لما بتطلع لها بقى ما بتفرحش بيك كده؟ ما يطبخوش حاجه مخصوص؟ لا، ما هو لازم اليوم بيبقى يوم فرح بقى، طبيخ، حلاوه، حاجات حلوه، بيبسي. والنبي عينيك لمعت يا عم جمال وانت بتتكلم عليهم، وحياه المصحف الشريف عينيك برقت كده وانت مبسوط شويه. ما لازم بيبقى في فرح، وبعد ما فرح يبقى لازم في رقابه كل اسبوع، اروح بتاع عيل مرة في درس، عيل كده، عيل كده، عيل كده، لازم من رقابه. اصحابك يا عم جمال من كار تاني ولا اصحابك معظمهم ليهم علاقه بالنبي؟ اغلبيه اصحابي من البحر. من البحر. انما الجيران دي برضه معايا. جيران بعناوين. جيران بقى، جيراني اللي هي في الشارع عارفين وانا عارف. حتى لو واحد مننا مش موجود وعيالي التاني احتاجت حاجه، التاني بيكملها. احنا عملنا لك حاجه حلوه قوي. قول يا رب. معانا رسام جميل اسمه عبد الله. واحنا قاعدين بنلف خدك انت واحمد وخالد. عمل لكم كده صوره جميله. كويس. عايزين نسيبها لك تذكار واحنا ماشيين. الله، شكرا. اهي، شكرا شكرا. اهو شبهك يا عم جمال. هي شبهك. شبهنا. وده خالد طبعا. وده احمد. ده يشطر قوي، ربنا يديله حاله. ان شاء الله يا رب يديله حاله. اتبسطت قوي معاك النهارده يا عم جمال، انت وخالد واحمد. انا تحت امر حضرتك. ان شاء الله يا رب تعرف تربي الصغير والكبير يا رب. الله يحفظك. ده كل وكل عام وانتم طيبين. وانت بألف صحه وسلامه. هتعلقها فين الصوره دي؟ في اوضه الجلوس بقى. في اوضه الوعاد. اوضه الوعاد بس كده. يلا، ميرسي يا عم جمال. ماشي، تحت. هسبقك انا. مع السلامه. مع السلامه. موج الحياة اترسم، والحب رزق اتقسم. شوف اللي فات وابتسم، لسه الحياة جاية.